معنا يماني السيد مراسل أورينت نيوز مباشرة من عفرين ينضم إلينا. أهلا بك يمان. إذا كما استمعنا في التقرير، عمليات الهدم متواصلة بالنسبة للمناطق في الغوطة الشرقية، طالت اليوم مساجد ومباني في حرستا مع عدم السماح لأهالي حرستا بالعودة إليها. ما المعلومات الإضافية المتوفرة لديك؟ نعم هاجر، في الحقيقة هنالك يعني في الغوطة الشرقية منذ شهرين إلى حد هذا اليوم لم تتوقف ميليشيا أسد الطائفية عن هدم المنازل، المساجد، المحال التجارية، حتى بعض المؤسسات التابعة لدولة نظام أسد تم هدمها كما حدث مؤخرا في مدينة حرستا، هدم وحدة المياه. طبعا دائما ميليشيا أسد الطائفية تتذرع أو تقول أن أسباب ذلك هو وجود خنادق أو حتى وجود أنفاق تابعة للميليشيات الإرهابية التي خرجت من الغوطة الشرقية، أو حتى تتحدث عن وجود أسلحة، أو تتحدث عن أن هذه الأبنية متضررة بشكل كبير، وخوفا وأيضا من أجل سلامة المدنيين يتم هدمها. ولكن كل هذه الأخبار هي أخبار منفية. ميليشيا أسد الطائفية تنفذ ما يملى عليها من قبل الاحتلال، ما يملي عليها الاحتلال الإيراني الذي يسعى إلى تنفيذ مخططاته داخل الغوطة الشرقية وأيضا في محيط العاصمة دمشق، من أجل تأمين ما قام باحتلاله خلال السنوات السبع في العاصمة دمشق. طبعا الميليشيا أسد الطائفية تتحدث عن توسيع الطريق الدولي دمشق 5 الدولي من جهة مدينة حرستا بعرض يصل إلى 150 متر، وهذا طبعا له أهداف. الهدف الأول من ميليشيا أسد الطائفية هي السماح، أو من أجل أن يكون عمل الاحتلال الإيراني بشكل منتظم والقيام ببناء أبراج تابعة له على أطراف مدينة حرستا، فهو بحاجة إلى توسعة الطريق بشكل كامل. أيضا داخل مدينة حرستا هنالك ما يعيق عمل الاحتلال الإيراني، وهي وحدة المياه وعدة مساجد وأيضا عدة أشجار زيتون. حقيقة ما وصلنا خلال اليومين الماضيين من مدينة حرستا هو اعتقال عائلة مكونة من 7 أشخاص وقفوا في وجه ميليشيا أسد الطائفية التي حاولت أن تقطع أشجارهم أو أشجار الزيتون التي زرعوها منذ عشرات السنين، ولكن ميليشيا أسد الطائفية قامت باعتقالهم بشكل مباشر، والتهمة هي الوقوف في وجه محاربة الإرهاب، أي أن نظام أسد عمليات الهدم. نعم. عمليات الهدم طالت مناطق عديدة في الغوطة الشرقية. تحدثت عن المشروع الإيراني، يعني بما توفر لديك من معلومات حتى الآن، من معطيات حتى الآن، إلى أي مرحلة وصلوا في هذا المشروع؟ يعني طبعا المشروع بدأ منذ سنتين، منذ تهجير أهالي مدينة دارية، ودخلت ميليشيا أسد الطائفية مع الاحتلال الإيراني، ثم استكمل في مناطق برزة والقابون وحي تشرين وصولا إلى الغوطة الشرقية وانتهاء بجنوب دمشق. الآن ميليشيا أسد الطائفية طبعا تقوم بتنفيذ مخططات الاحتلال الإيراني، والمؤسسات التي دخلت منذ عامين إلى العاصمة دمشق. طبعا إلى أين وصل هذا المشروع؟ هم الآن في هنالك طبعا مؤسسات تابعة للاحتلال الإيراني تقوم بالتخطيط في الغوطة الشرقية، وأيضا مؤسسات أخرى تقوم بعملية بناء في مدينة دارية وصولا إلى بساتين المزة وأيضا بساتين كفر سوسة، وتحديدا بالقرب من السفارة الإيرانية في العاصمة دمشق. هنالك عمل قائم من قبل الاحتلال الإيراني، الهدف كما ذكرنا هو بناء أبراج، وأيضا بناء أو في الحقيقة هو في الظاهر أبراج، ولكن في الخفية هو بناء جدار حول العاصمة دمشق وفصل أهالي الغوطة الشرقية وأيضا المناطق السنية. نعم. عن المناطق التي باتت شيعية في دمشق، وهذا الأمر بات واضح للجميع. شكرا لك يماني سيد مراسل أورينت نيوز مباشرة من عفرين.